مرحبا بكم الاخوان، فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا سبورت نيوز. الرجاء والوداد وقعوا لهم مشاكل في التذاكر، شيء اللي ولد سخط كبير عند الجماهير. فمن غير الفاكتور ديال الثمن اللي طلع، فدازوا من انهم يشريوا التذاكر اونلاين جالس تقدر تكون خدام كتقرا تشري اونلاين ونهار الماتش تحضر، لانهم خصك تمشي لواحد الكيشي ولا واحد الحانوت سميتو نابس وتشري من عنده. فكتشري التيكي ديال 30 درهم 50 درهم وكيزيدوا عليك 5 درهم ديال الفخات الا كنتي بلوز، ولا كتشري ديال التريبون ب 100 درهم وكيزيدوا عليك 10 درهم، يعني 110 درهم. هادشي في الصباح، هادشي بدلوه دابا في العشيه. غنتعرفوا على التفاصيل كامله. غنشوفوا حتى الاخبار اللي هزت عالم كره القدم، هي ان رونالدو كان كيتسنى توام مع جورجينا ومات ليه الدري، حيت كان ولدو بنت توام مات ليه الدري، ولا حب بوست كيشرح فيه شي حوايج. الامر اللي خلاه يغيب على المباراه ديال الفريق ديالو مع ليفربول، وبالتالي خسروا 4-0. واحد الديتاي اللي داروه في الماتش هو انهم في الدقيقه 7 الدورسال ديالو بداو كيغنيو عليه، فهمتوا السيبور. شنو هي تفاصيل التذاكر كل مره جا والوداد، وانت الا كنتي باقي ما قطعتيش كيفاش تقدر تقطع دابا حاليا، وشنا هي الفوضى اللي وقعات، وشنو وقع في قضيه رونالدو وولدو اللي مات، كاع هادشي الاخوان غنتعرفوا عليه اكثر. ولكن قبل نخليكم مع سبونسر ديال هذا الفيديو اللي هو وانكسبيت. وانكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك على التليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه البلاتفورم فيها احسن لي بونيس. ها هو قبل ما تلعب كنغناكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معايا في المغرب. ثاني حاجه ضروري وكناكد عليها ضروري تكون فوق من 18 عام. وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فر 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار. اوكي تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك، ديك سابوني رجعتي اكري، ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو الاخوان بفاجعة رونالدو. نهار 28 اكتوبر من 2021، هادي شي 6 شهور، رونالدو لحق تصويره مع جورجينا بوست كوما، يعني كيطلعوا لك بجوج، كيعلنوا فعلا انهم كيتسناو توام، ولد وبنت. باي ذا واي هذيك التصويره تكلاصات كثاني اكثر تصويره عندها لي لايك في تاريخ ديال الانستغرام، مورا ديك البيضه اللي طرول اللي ضربت 50 مليون لايك. التصويره ضربت شي 32 مليون. الجدير بالذكر وشخصيه رونالدو هو انه ما كيبخلش يبين الحب ديالو للعائله، حيت انه حاطه فوق من كل شيء، فوق من الفلوس، فوق من الكارير ديالو ديال الكره، كل شيء. سواء العائله ديالو ديال مو وختو وكذا قريبه، ولا العائله الزوجيه ديالو زعما جورجينا وولادو. ففي اي فرصه كيستغلها باش يبين انه متحد مع عائلته، وما عمره ما كيخرج شي بروبليم داخلي. المهم دا 6 شهور على ديك التصويره كيف ما قلت، وجينا الاول البارح فين كان يوم الولاده ديال توام. فاذا بينا كنتفاجئوا ان رونالدو وجورجينا لاحوا بوست كوم اخر كيعلنوا فيه على ان الولد من دوك جوج توام مات، وكيزيدوا يشرحوا بان الشيء الوحيد اللي كيخليهم عندهم لا فورس باش يكملوا في حياتهم هي البنت اللي تولدات، يعني مشى لهم ولد من الحمد لله تعتق الاخر. كملوا الميساج بانهم كيشكروا جميع الاطباء بالخدمه الهائله اللي داروا باش يقدروا يعتقوه في الاخر ما وفقش، و طلبوا البوبليك والجماهير عافاكم يحترموا الخصوصيه ديالهم ويخلوهم ترونكيل هذه المده هذه اللي صعيبه عليهم. بيان سور الغد ليه اي البارح رونالدو ما قدرش يحضر ليفربول، واش ميت ليه ولدو ويمشي يلعب ماتش. الجمهور دار ديتاي زوين في الدقيقه 7، كلشي بدا كيغني عليه وكيستوني ديالو كسيبورت ليه. Delijo que ha perdido Cristiano Ronaldo y que hoy no puede estar con su equipo. فريق ديالو بيان سور ماغواير كاين تما خسروا 4-0. الموت الاخوان جزء من الحياه، هذا ميساج فكنا غنوصلوا ليها ولا غنموت واحد النهار. الشيء الواحد اللي كنطلبوه هو الله يطول من العمر ديال الناس اللي قراب لينا وعزاز علينا ما امكن. سو هذا الشيء فيما يخص رونالدو وقصه الموت ديال الابن ديالو. ندوزو دابا لفاجعه اخرى اللي هي التذاكر ديال كل من الوداد والرجاء. كيف ما كنعرفوا كاملين كل من الوداد والرجاء قدروا انهم يوصلوا لربع نهائي كاس افريقيا، اكبر منافسه في القاره الام. الوداد قدرت ترجع بفوز ثمين من الجزائر، والرجاء وبظلم تحكيمي قدرت تخرج باقل الاضرار بخساره بجوج لواحد مع الاهلي في مصر. دونك دابا جاو الماتشات ديال الروتور اللي كنا كنتمناو انهم يدوزوا الفرق بجوج. الماتشات بجوج غيتلعبوا في دونور، الرجاء نهار الجمعه والوداد نهار السبت، وهنا فين يبداو المشاكل. ف وبعكس العاده فالتذاكر كان كتخرج اونلاين، كتشريهم كتامبريميو وعندك التيكي ديالك تدخل به، ولكن دابا ما عرفتش شنو وقع. اللجنه المنظمه قالت اش ندير، اجي نبيعهم في الحوانت، المتاجر سميتهم نابس، وداروا بزاف نقط البيع في كازا وفرقوهم، يعني عطاو واحد المتاجر الرجاء والمتاجر الوداد باش ما يتلاصقوش وما يتلاقاوش الجمهور بجوج باش ما يوقعش احتكاك. هاد المتاجر كاملين كاينين في جهه الدار البيضاء الكبرى، يعني جميع المدن اللي كاينه في هاد الجهه هادي بالخصوص كاينين في كازا، يعني حتى الناس اللي برا هاد المدن خاصهم يتنقلوا. فمثلا واحد ولد مراكش طنجة كتا رجاء وداد يبغي يحضر الماتش ما بقاش يقدر يقطع اونلاين وتا نهار الماتش ويجي، لا خصو يمشي يقطع وثاني بعدا باش تقطع خصك لا كارطاسيون الفوضى. هذا الامر هذا شنو ولد؟ خلى ان جميع المشجعين سواء ديال الوداد ولا الرجاء يفيقوا مع 6 7 8 الصباح في رمضان وصايمين ويمشيو للمتاجر ديال نابس ويشدوا العكه باش يدخلوا يقطعوا التيكيات ديالهم. انت شوف ما
من عند مول الزيتون جا مول المحلابة من كرم ضاربين هنا يخشي لي نخشي لك يلا رصا ودابا شنو وقع؟ هو وقع واحد الاكتضاض عاوتاني بزاف الجمهور والسيرفيس ماشي سلس دونك كيتعطلوا باش يقطعوا و تيران كيهز واحد العدد هائل مارش حل من بلاصة عاطين 35,000 ما عرفتش شحال بالضبط يقطعوا من هاد المتاجر ما يمكنش فهمتي ويومين ديال التقطيع دونك اللجنة المنظمة بدات كتشوف ان هادشي ممثلكش وخاصة تبدل طريقة البيع ودازوا البيع اونلاين بعدا فهاد المتاجر ديال نابس كيفاش كانت كتتم عملية البيع على حسب ما قال لي واحد الدري شراها قال لك انه كتمشي لتما كتقطع التيكي ديال بلوز ديال 30 درهم 50 درهم وكيزيدوا لك 5 دراهم يعني كتولي مقطع ب 55 درهم ولا بغيتي تريبيون كتقطع 100 درهم وكيزيدوا لك 10 درهم يعني 110 درهم تاخذ التيكي ديالك ولكن زعما الغريب في الامر هو ان كيفاش الناس شي الوداد ولا رجاء وخدمته ما كيفيقش عليها مع 7 الصباح وبقى شاد الصغير باش يقدر يمشي يقطع وكاين بزاف اللي ما قدروش ورجعوا للدار باش يقطعوا اونلاين اجي موجود دابا تقطع اونلاين كانوا منصه كازا تيكت ولا كازاوي بغاو يحطوا في التذاكر باش يتباعوا مي ست بلونطا ولا ما عرفت مالو شنو وقع عليه كيف ما غنبين لكم دابا شويه كلشي كيخرج لك سولد اوت يعني كتبغي تشري تيكي من اي كاتيجوري كيقولوا لك ما بقاوش او كيفاش وما باقي انت كاع ما خرجوا ما بقاوش دابا درت واحد المثال حي كنت بغي نقطع جوج تيكيات واحد الماتش ديال الوداد وواحد الماتش ديال الرجاء باش نعطيهم لكم الاخوان مي ما قدرتش اولا حتى التيكي كيخرج لك كلشي سولد اوت وثانيا حتى الا بغيت نعطي شي تيكي كادو ولا فرقوا عليكم خصني لا كارت ناسيونال ديال الفائز ما قدرتش نجي ونعطيه هذا هو البلان نخليكم كيف ما كنت بغي نقطع انا هذا تموتوا عليا بالضحك ها هو كريم دوز تحيه احنا في كازا تيكت اللي بغيت ندير هو كنت باغي نعطي لكم سوربريز يعني نعطي لشي واحد فيكم مي ما يمكنش باش نقطع خصني ضروري لا كارت ناسيونال وسميه والكنيه ولي زانفورماسيون ديال الشخص يعني ما يمكنش نقطع تيكي ونعطيه بقاو معانا زون 3 ياك تريبيون زون 3 100 درهم يديروا لي شوش العشيه في التقطاع نديروا فيناليزي ما كوموند عطيني اخويا لا كارت ناسيونال وسميه توشي سير اخويا باس ما كوموند اه قال لك لا زون كو فوزافي شوازي سولد اوت وبقى الزون ديالك خا دابا دونك غيشي بوما هو اللي منو تهلا صون جيو دابا كيف ما قال لي كريمو قال لي انهم داروا منصه ديال غيشي بوما اللي هي اللي كيتبعوا فيها لي كونسير وكلشي تماك فين غيطرحوا التذاكر اللي بقاو اللي مازال ما قطعش غيقطع من تما على حساب اخر الاخبار اخوان راه كل 15 تولوت نص ساعه كتجي اخبار كبدلوا المنصه كيديروا شي حاجه مي اخر الاخبار كتقول ان غيشي بوما هي اللي غيطرحوا فيها التذاكر كاين اللي قطع من نابس كاين اللي قطع من كازا تيكت مي هذوك اللي دخلوا الاولين وزربوا عليها مي الاخرين ما قدروش وقال لك دابا تكون في غيشي بوما انا بغيت نعطيكم مثال دابا بغيشي بوما ندخل نقطع فيه مي جو بونس انا السيت بلونطي ولا ما عرفتش على الصبري ولا علاش في الصبري وما كيخليونيش نحل السيت داكشي علاش ما قدرتش ندير مي دخلوا تما وتسناو الدور ديالكم وحاولوا تشوفوا جروبات ديال الفيسبوك سواء ديال الرجاء ولا الوداد باش ما يطرحوا تكونوا نتوما الاولين اللي قطعوا سو هذه هي قصه لي تيكي والتخربيقه اللي وقعات ديال الوداد والرجاء كيفاش ان لي تيكي كانوا غيتباعوا اونلاين في البدايه شويه قال لك لا اجي نبيعوهم في متاجر دوك المتاجر ما قدوش الجمهور كامل شافوا ما مسلكاش ورجعوا معاوتاني اونلاين لي اونلاين عاوتاني دوك لي سيت اللي طارحين ماشي بروفيسيونيل باش يتباعوا كاع لي تيكي تما ورقه التخربيقه دابا واخر ملجا بقى هو غيشي بوما كلشي كيتسنى باش معايا تحل يقطع انا نخليكم لي لينك ديالهم في الديسكريبشن مع الله يخدم لكم نتوما ونتمنى ان هاد القرارات ديال ديتا الماتش مصيري سواء الراجع مع الاهلي اللي الجمهور ما باغي يحضر ديال بصح ولا الوداد مع الفريق الجزائري متخادوش قرارات كيقلبوا كلشي حتى الاخر ثانيه وتتم الدراسه ديالهم حيت تاخذ اي واحد من الجمهور غتجيبو غتقول لي غيبيعوهم في متاجر غيقول لك راه ما اتوقع فوضى اكتضاد كذا دونك نتمنى هاد القرارات يدرسوا اكثر وما يبقاوش يتلاعبوا بالجمهور حيت راه دايرين لهم بحال فليبر دابايا وهذا ما كان حيت راه حتى الباج ديال الرجاء نيت خرجت واكدت ان هذا القرار ديال ان التذاكر ما يبقاوش يتباعوا اونلاين وقع بدون سابق انذار حتى هما تفاجؤوا بحال الجمهور وهذا ما كان في الفيديو ديالنا الاخوان كان معكم فاروق لايف نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جاي تهلاو نقول لك تاع الله لا ما قدرتش حافظ لا داكشي اللي بينك وبيني دراري خرجوا الليل وما رجعوش حارب لي عطوا ما طلعوش زادوا حاولوا يطلعوا ما خطوش في سيف سنين ديال التخصص عمرها صعبه تجيك انت اخويا شحال جبدنا